من لم يصم رمضان في أيام البلوغ وبعد أن هداه الله يريد التكفير، فبماذا تنصحه؟ من لم يصم رمضان في أيام البلوغ وبعد أن هداه الله يريد الصيام، فماذا تنصحه؟ إذا كان ترك الصيام بعد بلوغه فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء ما ترك من صيام رمضان، ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين. إلا إذا كثر الصيام، صار سنين طويلة، فيكفي التوبة في هذا، لأن قضاء السنين الطويلة يشق عليه، فعليه التوبة إلى الله والحرص على الصيام في المستقبل. وأما ما مضى فيعفو الله عنه. أما إذا كانت شهور قليلة أو أيام قليلة يستطيع قضاءها، فإنه يجب عليه قضاؤها وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير.